يلا بقى. باشا باشا تعالى باشا، تعالى باشا انزل. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا لقيت الضرب اشتغل، خدت العربيه على جنب، بس انا قلبي كان حاسس ان ربنا هينجيك وتحتاج لي يا باشا. وزاره الداخليه مش هتنسالك الجميل ده ابدا يا بنيس الاسفل. اركب يا باشا. هو مين ده باشا؟ ده المتهم اللي جبناه له امبارح كباب. بمناسبه بقى ان ربنا نجانا، عايزين نجيب له النهارده رز بلبن. ربنا يستر عينه على مصر يا باشا. صباح الخير يا صباح الخير يا بشير. صباح الخير يا هاني. الأستاذ خرج؟ رشاد لسه قايل إن هو في مكتبه. طيب. سالم. أيوه. أنا ريهام افتح. أنا مش فاضي دلوقتي، عندي حاجة مهمة بعملها. بسم الله ما شاء الله. دي فيلا مدير الامن حسيده بقى. حسابك كام يا باشا؟ معقول يا باشا؟ يعني الحكومه تجيب للشعب رز بلبن وكباب والشعب ياخد البندره؟ ابدا ابدا. يا بقول لك يا باشا، البندره دي بقى هديه من الشعب للحكومه. انت اصيل يا برنس الاسفل. الحمد لله على السلامه يا سيد الرجاله. مهجة حياتي. هو انت مهجة؟ استلقي وعدك. بيسال عليكي من الفطار. الحمد لله على السلامه يا نن عينيا والنبي، ولا مليون نجفة كانوا هينوروا حياتي لو كنت غبت عني يا بيبي. ايه الاداء المبالغ ده كده؟ لو تعرفي وحشتيني قد ايه يا مهجة الروح. كانت اسود راس ليله سنه في حياتي، بس الحمد لله العيال خلعوا بالبضاعه والفلوس. فده كنوز الارض يا سيد الرجاله. طب ده انت الليله في حضنك بالدنيا وما فيها يا بيبي. والنبي انا اول ما جاني الخبر صوت نبح من كتر السويت عليك، فقعت لي مليون يا لهوي على 2 مليون يا خرابي. حبيبه قلبي يا باشا، الكلام مبالغ فيه، اما بالنسبه للارقام انا سايبها لك تراجعها انت بقى، مش هتكلم. بقول لك ايه يا بيبي، ما تقوم بينا على الحمام، مليت لك فل وورد وياسمين وفيهم مهجه كمان. هو انا لسه استنى الحمام، احنا نخش على عشينا وبعد كده نبقى ناخد غطس براحتنا. يلا بينا يا بيبي، لحسن انا مش على بعض. هلم يا عم، انا هلم معاكوا ولا بالنسبه للمحرم ده؟ هو المنزل ده ظروفه ايه بالظبط يا باشا؟ يا لهوي، مين ده سيد الرجاله؟ عندك حق. انت يا سيد اللي جابك هنا؟ زهق. هيكون ايه اللي جابني يا باشا؟ انا جايب خاطري. يا كسوفيانا. طب والله كدابه، ده انت كنت هتختصب الراجل قدامي. كل ده على ليله قضاها في الحجز. امال لو كان الراجل ده خد تأبيده كان ايه اللي جراله؟ معلش يا سيد، اصل مواجهه خدتني. يعني عايزني اعمل ايه؟ افقع 60 زهروطه وافرح وزقطط بعد ما ضيعت العربيه والمصلحه اللي كانت جايه لنا من وراها، وراجع لي ايد ورا وايد قدام؟ الله 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 الله، وليه العوض ده بس يا جده؟ ما تحمد ربنا. بوسي ايدك وش وظهري عبيطه، ده لولا الجماعه بتوع اخواني طبوا على الاسم وهجموا عليه وفتشوا القعده كان زمان دلوقتي 3 4 سنين مرقه كمان.
الواحد يحمد ربنا على النعمه، لكن على الفار وخيبه الامل يحمده ليه؟ ليه بس الكلام ده؟ ده انا اول مره تخيب مني من سنين. بلاش الجوز ده، بلاش عشان خاطري. حتى بتاتين، حتى بتاتو، حتى بتاتاتيتو، يلا ودا ما تروق يا جميل. خلصت الوصله؟ اقفل الراديو بقى. الحمام جاهز يا جوز اختي. مشكرين يا وردتي. بقول لك ايه، ساعد اختك كده اعملي لي لقمه على السريع على ما اخد حمام. حاضر. يوه بقول لك ايه، ما تيجي تحكي ضهري عشان الايد قصيره ما بطولش. بناقص عنك ما طولته، وانت كمان عايز تطوله. بلا وكسه. جدة صباح الخير يابا. الحمد لله على السلامة. الفوطة يا جوز اختي كنت ناسياها. صباح الفل يا وردة. صباح النور يا اسامة. ايه حكاية اسماعيلية دي يابا؟ وفين سايب؟ احكي لك كل حاجة بعدين، مش وقت بقى. افتح الباب. ايوه زبدة، ما تيجي حتى بتاتات، حتى بتاتات، حتى بتاتات، حتى بتاتو، يلا. بابا حبيبي قلت لي ايه معاك؟ احلى حاجه في اخوك الصغير ده اللي بيحبني لله في لله. ابو السيد ده طلع عامل رجوله وجدعانه. كشف لي الملعوب اللي كان عامله ظبط المباحث، كان وزه عليا، انما هو ايه طلع رجوله. وفي الظروف بتاعته دي، في الرطوبه الاجتماعيه اللي محوطاه من كل ناحيه دي، كان ممكن يعمل اي حاجه عشان يخرج هو وابوه، انما طلع مجدع. تسلم ايدك يا بورع. الف حمد لله بالسلامه يا سيد المعلمين. الحمد لله بالسلامة يا سيد يا مجدع. تسلم يا برع. آخرة الشقاوة عيش وحلاوة. خد ده أبو السيد تذكار مني ليك. تذكار يا معلم؟ أنا ما صدقت فكيته. خلاص نضمه للمتحف. كمان عندي متحف بحب أحتفظ فيه بكل الأواسيم والناشين اللي حصلت عليها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. أستأذن أنا يا معلم. الله على فين أبو السيد والغادة؟ إلا تمشي دية وحياة بيبي ما يحصل ابدا. ده احنا دبحين 10 غرفان و20 دكر بط و30 جوز حمام وهنشوي كمان. لا ده واضح ان في مشكله ارقام في البيت ده يا باشا. معلش لازم استاذن بس عشان اطمن على ابويا. طالما ابوك يبقى براحتك ابو السيد. برعي هات فرش حمامه يا معلمي، وتطلع العربيه الجديده من الجراج توصل بيها ابو السيد الحته اللي هو عايزها، وتقول له تصبح على خير يا سيد بيه. والله ما عارفين نودي جمايلك فين يا معلم بيبي. خد ابو السيد ده اقل واجب يتعمل معاك. تحيه مني لرجولتك وجدعانتك، والرجاله هتوصلك بيه لبر الامان. ايه ده يا باشا؟ الموت الاخير ده غير قبضه التنين خالص.